الآن على الهاتف الكاتب الصحفي التركي الأستاذ حمزة تكين. حياك الله أستاذ حمزة. حياكم الله، صباح الخير. صباح النور والسرور، الله يعطيك العافية ويبارك فيك أستاذ حمزة. يعني هذا النصر الذي تحقق بتوقيع الاتفاق بالأمس الذي أنهى الحرب، كيف تقرأه تركيا؟ يعني بطبيعة الحال هذا الانتصار الذي حققته أذربيجان واستسلام أرمينيا بهذه المعركة وهذه الحرب كان نتيجة القوة العسكرية والتكتيك العسكري المميز الذي اتبعه الجيش الأذري بهذه الحرب، مدعوما من قبل تركيا بطبيعة الحال. هذا الدعم التركي الكبير لأذربيجان أدى لنصل لاستسلام أرمينيا. كلنا نعلم أن 28 سنة من الاحتلال الأرميني لإقليم كرباغ الأذري، 28 سنة من المفاوضات الدبلوماسية والسياسية بين الدول المعنية المؤثرة وبين أرمينيا وأذربيجان لم تؤدي لانسحاب أرمينيا، ولكن عندما أظهرت أذربيجان القوة العسكرية انسحبت أرمينيا مرغمة يعني من إقليم كرباغ. بل تحقق أمر إضافي أيضا هو المهم بجزئية كبيرة بهذا الأمر بالنسبة لتركيا وبالنسبة لأذربيجان وبالنسبة للاستراتيجية التركية الجديدة في المرحلة المقبلة، قضية ربط الجغرافيا التركية بالعالم التركي. الآن ضمن الاتفاق الذي حصل بعيد النصر الأذري إعادة وصل الأراضي الأذرية المتقطعة، وبالتالي وصل تركيا بعالمها التركي، وهذا ربما لم يحصل منذ عقود طويلة. يعني ما هو التأثير هنا؟ ربما تاريخيا نعم هناك امتداد تاريخي باعتبار لغة واحدة تجمع عدة دول، لكن ربط تركيا مع أذربيجان بريا أستاذ حمزة ما تأثيره، دعني أقول اقتصاديا وسياسيا تحديدا؟ طبعا التأثير الأهم والكبير كما تفضلت هي القضية الاقتصادية، القضية السياسية والقضية العسكرية أيضا. الآن هذا الرابط سيعيد لتركيا دورها الاقتصادي الكبير مع تلك المنطقة، وهناك اتفاقيات أصلا جاهزة ومحضرة بين تركيا وبين دول العالم التركي، وهذا الأمر سيعطي تركيا قوة اقتصادية كبيرة. جميل. سيعطي تركيا دفعة كبيرة لتصل لهدفها المرسوم لتكون في العام 2023 ضمن مصافي الدول الاقتصادية العشرة الأولى في العالم. أيضا القوة السياسية وهي القوة التي لا تقل أهمية عن الاقتصاد. الآن هذا الانتصار وهذا الربط الجديد للجغرافيا التركية أظهر تركيا مرة جديدة للعالم أنها دولة قوية، وبالتالي اليوم على الدول المعادية لتركيا أو المناكفة لتركيا اليوم أصبح الأمر أكثر صعوبة، لأن تركيا أصبحت أكثر قوة وأكثر تأثيرا بالملفات السياسية الأخرى، وهذا الانتصار سينعكس بكل تأكيد على الملفات الأخرى التي تتعامل معها تركيا من سوريا إلى العراق إلى شرقي المتوسط وإلى ليبيا وإلى ملفات أخرى. يعني نحن اليوم أمام تركيا أكثر قوة مما كانت لكن عليه قبل في انتصار في ذات كرباغ. الوقت أستاذ حمزة ربما يزعج هذا بعض الدول المجاورة مثل إيران، يعني أنت تعرف أنه طريق التجارة كان إلى طاجكستان قزغستان تلك البلاد يمر عبر إيران لأنه لا يوجد منفذ بري. الآن بعد الامتداد وبعد التواصل البري ما بين أذربيجان وتركيا، يعني ممكن الاستغناء هنا عن الممر البري الإيراني، فما رأيك بهذا التوجه؟ هل ستبقى إيران صامتة؟ يعني إيران أصبحت مرغمة على الاعتراف بهذا النصر، أصبحت إيران مرغمة. يعني الموقف الإيراني بداية عملية التحرير الأثرية لإقليم كرباغ كان مختلف عما هو عليه اليوم، كان ضد أذربيجان. الآن كلا، إيران اضطرت بعد القوة الأثرية والتقدم الأثري العسكري للخروج والقول إن إقليم كرباغ مختل وعلى أرمينيا أن تنسحب، وبالتالي تغير الموقف الإيراني لصالح أذربيجان ولصالح تركيا. لذلك
لا أعتقد أن هذا الأمر فتح الجغرافيا التركية سيؤثر سلبا على العلاقات التركية الإيرانية. يعني هناك علاقات فيما يتعلق بالاقتصاد على أقل تقدير مستمرة، ستبقى هناك حدود طويلة ومهمة بين تركيا وبين إيران، ليس من السهل استغناء البلدين عن بعضهما البعض. والموقف الإيراني الذي أيضا أثر بالقضية لصالح أذربيجان برأيي لن ينسى يعني من قبل تركيا، وبالتالي سيبقى جزء من العلاقة الاقتصادية موجود مع الجانب الإيراني. فلا يمكن لتركيا، يعني البعض يقول اليوم يجب أن تتخذ تركيا مواقف معينة بالسياسة تجاه إيران، ولكن هذا الأمر متعذر على أقل تقدير بسبب الموقع الجغرافي المترابط. أستاذ حمزة، سؤالي الأخير، كان ذكر في نص أو فيما ذكر من نصوص الاتفاق بأنه سيكون هناك قوة دولية لمراقبة هذا الاتفاق مكونة من قوات روسية وتركية في ذات الوقت، لكن بعد ذلك تكلم الرئيس الروسي بوتين وذكر بأنه ستكون قوة روسية فقط، هل من تأكيد وتوضيح حول هذا الموضوع؟ كلا سيدي الكريم، الاتفاق ينص على تواجد قوات روسية صحيح بالمناطق الأرمينية المحافية لقاراباغ، وكذلك قوات عسكرية تركية ستنتشر في الإقليم كقوة سلام و حفظ السلام يعني. إطلاق النار، وبالتالي نعم سيكون هناك قوات تركية، بل يمكن نستطيع أن نقول أن القوات التركية تحركت فعلا من تركيا نحو أذربيجان لبدء عملية الانتشار، وبالتالي القوة ستتألف من قوات تركية وقوات روسية. التركية ستنتشر من الجانب الأذري، والروسية ستنتشر من الجانب الأرميني، وهذا الأمر يؤكد الدور التركي في القضية العسكرية والسياسية في هذا الملف. يعني اليوم بعد كل ما تحقق أن تترك تركيا أذربيجان لوحدها في هذا النصر، تركيا كما وقفت إلى جانب أذربيجان خلال المعركة ستقف إليها خلال تثبيت وقف إطلاق النار. وأيضا نقطة مهمة تقوم بها تركيا، إعادة الإعمار في إقليم كاراباغ وإعادة التنمية، وهذا ما تفعله تركيا حيث تتواجد بعد كل معركة، ورأينا ماذا حصل في ليبيا، التنمية التركية هناك بعد الانتصار وفي الشمال السوري خير دليل، يعني نفس الصورة ستطبقها تركيا في إقليم بإذن الله تعالى كاراباغ المحرر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمزة تكين الكاتب الصحفي التركي، حياك الله.